ايه رأيك بقى في سواقة الستات يا محمد؟ يعني قلة قليلة جدا اللي ممكن يظبطوا شوية، بس لا في الحقيقة يعني انا مش متحيز ولا حاجة، بس طب كتير انت عارف جدا من طبعا الستات. الاحصاءات العالمية كلها في كل الدنيا انه نسبة حوادث الستات تقريبا نص نسبة حادث الرجال. ايوه لما بيمشوا بالراحه، هما بيمشوا بالراحه وماسكين البتاع كده، يعني ده شيء طبيعي. هما بيمشوا اكيد مش عارف، انا شكه في الاحصائيات دي. ايوه يا صح، لانه عمرها ما هتعمل حاجه، ممكن حادثه تخبط حد يخبطها، لكن هي تعمل حادثه. ليه ما تقولش ان هم بيحترموا قواعد المرور؟ ليه ما تقولش؟ يعني في منهم بيحترموا، بس في منهم يعني الستات وهما بيسوقوا كتير منهم بيبقوا خايفين يسوقوا. ماشي، مع ان ممكن بيبقى ساعات ظروف، يعني الست مثلا لازم هي اللي تسوق. طب على جنب، يعني على اليمين هو الحاره هي اللي لا 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 ما اسمحلكش انك تهمشنا. لا انا بتكلم، استني بس ما تقوليش انا ما بهمش حد، انا بتكلم ان هو اللي هيمشي. يعني حتى لو راجل، انت من الرجاله اللي تتعصب لما تلاقي ست سايقه عربيه؟ لانها بتسوق بطريقه غريبه يعني.